بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: والله خلق كل دابة من ماء. رب العزة سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء، وخلق لنا من هذا الماء كل دابة على الأرض. والدابة يعني كل ما يدب على وجه الأرض، من إنسان أو حيوان أو نبات أو حشرات أو غيرها من خلق الله عز وجل. رب العزة سبحانه وتعالى بيأكد لنا أن الماء مهم جدا في خلق كل ما يدب على وجه الأرض وما يعيش على وجه الأرض. رب العزة سبحانه وتعالى خلق لنا نعمة عظيمة جدا، هي نعمة الدواب. آيات كتيرة بقى بتقول لنا أنواع الدواب، وأن ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل الماء من السماء جعل منها خلق شتى، الإنسان ألوان وأشكال، الجبال جدد بيض وحمر، الدواب كمان ومن الدواب والأنعام كذلك مختلف ألوانه، في زي النبات بالضبط، النبات كمان مختلف ألوانه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما بينزل الماء من السماء بيجعل فيه فائدة عظيمة جدا، جعل منها خلق مختلف الألوان. ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا الدواب علشان نستفيد منها، فهي مسخرة لنفع الإنسان في هذه الأرض. رب العزة سبحانه وتعالى مع عظم هذه الدواب من خيل وبغال وحشرات كمان زي النحل وما نأخذ منها من طيب الطعام والنمل وغيرها من الأمثلة الجميلة اللي ربنا ضربها لنا في كل القرآن الكريم علشان الإنسان يتعظ ويعتبر ويعرف إن هذا الخلق العظيم وراءه خالق عظيم مدبر حكيم ليس كمثله شيء. رب العزة سبحانه وتعالى بيقول لنا كلنا تدبروا، رب العزة سبحانه وتعالى بيقول لنا بصوا حواليكوا دايما واعرفوا ان الخلق العظيم اللي انتوا فيه والكون العظيم اللي ربنا سخرهن ده علشان بس نؤدي حق الخلافة لله عز وجل في هذه الأرض. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جعلنا الله تعالى وإياكم من الذين يعبدون الله تعالى حق عبادته ويتدبرون في آياته سبحانه وتعالى يفوزون بكل نعيم الدنيا والآخرة. اللهم آمين.